ليس لأحد من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. هذا هو الشعار الذي اتخذه الأب سالم لولاس الكاهن الجديد. بأجواء من الفرح والسرور والمحبة احتفلت البطركية اللاتينية بالرسامة الكهنوتية بابنها سالم حرب لولاس، وذلك في قداس حاشد في كنيسة سانتا كاترينا في مدينة الميلاد بيت لحم. ترأسه المدبر الرسولي بيير باتيستا باتسابالا، وعدد كبير من المطارنة والكهنة ومدير المعهد الإكليريكي والمرشد الروحي الشمامسة والراهبات وأهل المدينة والأقرباء والأصدقاء، وجمع كبير من المؤمنين والكشاف والقادمين من داخل فلسطين والأردن الذين شاركوا هذا الاحتفال. هو الكاهن الجديد سالم عريساً للكنيسة على مثال الرب يسوع. فالكهنوت دعوة من الله، وعظمة كرامة الكهنوت تفوق كل كرامة أرضية وبشرية. وعلى أصوات جوقة المعهد الإكليريكي التي أحيت الرسامة بترانيمها وأصواتها الرائعة، أحيت هذا العرس الكنسي بولادة كاهن جديد على مذابح الرب. زغاريد ومعزوفات رائعة زف بها الأب سالم بعد الانتهاء من الرسامة. نحن اليوم في فرح عظيم، احتفلنا برسامة كاهن جديد من بيت جالا للكنيسة المحلية في الأرض المقدسة لبطركية اللاتين في القدس. فنحن نفرح ونشكر الله ونشكر كل الذين ساهموا في تنشئته. نشكر الأب سالم على هذا العطاء، على محبته، على تقديم ذاته الكنيسة. نشكر عائلته وعائل لولاس. منبارك لسيدة البشارة، منبارك للجميع، وإن شاء الله ربنا يبعث لنا دائما كان قديسين ليخدموا ويحبوا كنيسته بخلال الشعب المؤمن. منبارك للمعهد الكليريكي بكهنته وراهباته وكل الشمامسة اللي رافقوا الأب سالم في مسيرته. فرحتنا فرحة كثير كبيرة بأخونا سالم لولاس اللي هلا صار أبونا سالم لولاس. أحلى فرحة في الدنيا، على هالهدف صار له سنين وسنين عم بعيش، بصحى وبنام وبيصلي، بطلب كل يوم من ربنا إنه يعطيها النعمة. يا رب أعطينا نعمة زي ما أعطيت لسالم، وبارك سالم وقدسه بالفعل حتى يكون بحسب مشيئتك كاهن مقدس، كاهن قديس. وفي مساء اليوم الثاني استقبلت مدينة بيت جالا ابنها الكاهن باحتفال مهيب في شوارع المدينة. ابنها الذي ولد عام 1988 بمدينة السلام، درس وترعرع في مدارس البطركية اللاتينية في بيت جالا، وأكمل دراسته ومشواره في المعهد الإكليريكي. يا سالم يا عيني، يا سالم يا عيني، شعور لا يوصف، شعور جدا رائع وجدا حلو. وبطلب منكم الصلاة، بطلب من ربنا البركة، وبتمنى لكم إن شاء الله يعني كهنة قديسين على هاي المذابح. أكيد شعورنا الكل فرحان زي ما أنتم شايفين، الكشاف والناس اللي جايين من مختلف المناطق،
هاي فرحة للبطركية، فرحة للأرض المقدسة. إحنا بهالأيام أكيد بحاجة لكهنة، كهنة قديسين، كهنة يخدموا الشعب ويخدموا الكنيسة. زي ما أنتم شايفين إنه إحنا مبسوطين برسامة أخونا شماس سالم، فأنا سعيد جدا إنه اليوم يعني كان آخر يوم مقابلة بينه وبينه، فزي ما أنتم شايفين الناس كلها مبسوطة. هاي الفرحة كبيرة لبيت جالا، مبروك لبيت جالا، لسيدة البشارة، مبروك لفلسطين، مبروك للبتركية، للأبرشية كلها. ونصلي حتى يطلع كهنة قديسين، حتى يكون عندنا كمان دعوات، نصلي من أجل الدعوات الكهنوتية والرهبانية. هاي فرحة الكنيسة، فرحة البطركية اللاتينية، فرحة مدينة بيت جالا. بيت جالا بتحتوي الصرح الشامخ السمينير، ولكن للأسف الكهنة قليلين، ولكن اليوم احنا بنحتفل بكاهن جديد على مذبح الرب، ودائما رح نصلي ونصلي حتى ربنا يبعث كهنة رجال في حقله حتى ينشروا رسالة الإنجيل المقدس. وها هو الأب والكاهن الجديد يدخل الكنيسة، كنيسة سيدة البشارة برتبة كاهن، ليحتفل بقداسه الأول في كنيسته وبين أحبائه وأبناء المدينة، الأصدقاء الذين عموا الكنيسة والذين عبروا عن فرحتهم الكبرى لرسالة كاهن بعد 50 عاماً من تاريخ الكنيسة. أشكر الله على نعمة الكهنوت، على قداس الأول، وأنا أفتخر أني بين أمي وأبوي اللي أعطوني كل الدعم والمحبة اللي وصلوني إلى هون، والحمد لله نشكر الله على كل هالنعم والبركات أعطاني إياها. للنورسات مارلين الحدوة، بيت لحم.